النهاردة ميعادنا مع المحاضرة العاشرة في مادة سيرف ماشينز بعنوان الكامز. هتعرف عليها على classification of followers بأنواع الكامز classification of cams. هتعرف على أنواع الحركة motion of followers وازاي أرسم الكام بروفايل. الكامز هي بتأدي حركة موجودة نوت. أنا قدامي نوت شكل الكام شافت اللي موجود جوه الانجينز، موجود عليه كذا كامة. الكامة ده هي بتبقى موجودة بتأدي حركة بطريقة معينة، بتحول لي الحركة الدائرية إلى حركة ريسبريكيتنج أو أوسيليتنج على حسب أنا عايزها، بتحرك لي حاجة تانية بنسميها الفولور. ممكن يكون الفولور دوت الفالف بتاع الانجين دوت. شكل لي الانجين ادي نهوت الكام شافت موجود في السايد من نوع دوت من انواع المحركات. بيبقى فيه عندي نهوت الفولور نهوت بيأدي الروكر ارم بيزق لي في النهاية الفالف بيأدي خليه يفتح او يقفل. تمام. في عندي نوع تاني بيبقى بنسميه اوفر هيد كام. الاوفر هيد كام الكامة موجودة فوق منابسة مباشرة الى الفالف دوت، بتأدي فانكشن معينة في الانجينز ان هي بتفتح لي الفالف لتايم معين وبتقفل وبتسيبه مفتوح بعد كده لتايم تاني، وبعد كده هوت بتقفله وبعد كده هوت تسيبه مقفول لحد ما يرجع الدورة تعاد تاني وتفتحه. انواع الفولور بنقسمها على حسب الشكل بتاعها، بنسميها نايف ايدج فولور او رولر فولور او فلات فيس او سفيريكال فيست فولور. النايف ايدج نهوت انا شايف ان هوت الفولور عبارة عن شكل نهوت عبارة عن نايف ويتحرك على الكامة هنا هوت. بنقول ان هوت بيحصل احتكاك عالي جدا فممكن يسبب لي تآكل للفولور وتآكل برضو للكام. طب انا اعمل انا ايه؟ هتستخدمت النوع التاني رولر فولور. رولر فولور دوت ادي انا هوت بيبقى عندي دايرة، الدايرة دي هتعمل رولينج على الكام فبتقلل لي الاحتكاك وتقلل لي التآكل. النوع التاني برضو بيبقى عندي فلات فيس فورور، ادي الفولور عبارة عن فلات فيس ملامس للكامة، او عندي سفيريكال فورور ادي بيبقى عندي مدور هنا اهوت شكل سفير ملامس للكامة عشان اقلل عملية الكونتاكت والاحتكاك. انواع الفولور طبقا للحركة يا اما ريسبريكيتنج يا اما اوسيليتنج وروتيتنج. الريسبريكيتنج دوت الكامة بتعمل حركة دائرية، اما الفولور هنا هو بيتحرك حركة خطية، فحولت الحركة الدائرية الى حركة لينير نهوت ريسبريكيتنج. النوع الثاني بيبقى عندي الكامة بتحول لي الحركة نهوت الى حركة روتيتنج، والحركة ده هي الفولور دوت هتحرك فوق وتحت نتيجة حركة الكام وهو اللي فيكسد من هنا هوت. طيب عندي نهوت بالنسبه للبوزيشن بتاع الفولور بيبقى راديال فولور، ودوت الحركه بتاعته الاكسس بتاع الفولور بيبقى هو نفس الاكسس بتاع الكام. اما النوع الثاني بنسميه اوفست فولور، ان الاكسس بتاع الفولور بيبقى اوفست بعيد عن المحور بتاع دوران الكام بمسافه معينه فبنسميها اوفست فولور. بنتقسم برضو الكامز بقى بنقسمها الى نوعين اساسيين. الكام بيبقى اما ديسك كام او سلندريكال كام. السلندريكال كام بيبقى عندي سلندر، والسلندر دي انا حافر فيها تجويف. التجويف دوت بنقدر نخلي نحول الحركة الدائرية بتاعة الكام الى حركة ريسبريكيتنج ترددية تروح يمين وشمال. هنا هنقعد دي بنسميها ديسك، بتبقى ايه واخدة سيكنس عمودي على البورد نهوت فانا بنسميها ديسك كام. انواع حركة الفولور بنقسمها الى اربع انواع رئيسية: يونيفورم فلوستي وسيمبل هارمونيك موشن ويونيفورم اكسلريشن اند تارجن وسيلوتيكال موشن. اليونيفورم فلوستي بتحرك بحركة خطية هنا هوت، دي الحركة الديسبليسمنت حركة خطية فبتبقى عندي الفلوستي ثابتة يونيفورم. تمام. بنسمي الجزء الاولاني بنسميه رايز الارتفاع بتاع الفولور، ثم بيحصل دول اللي هو الثبات، وبعدين كده بعد كده بيرجع ريتيرن، وبعد كده دول اللي هو الثبات. الاربع اجزاء دولت اللي هو متقسمين من ال بي وبي سي وسي ال دي ودي ال اي بنسميهم ان هوت ران ريفوليوشن. دي تقريبا بتبقى 360 درجه من دوران المحرك. النوع الثاني عندي بيبقى سيمبل هارمونيك موشن. السيمبل هارمونيك موشن دوت بيبقى عندي الحركة بتطلع هارمونيك بتطلع لفوق،
بعد كده بتثبت وبعد كده بتنزل تاني بشكل هارمونيك انا اهوت. ازاي اعمل كونستراكشن للسيمبل هارمونيك موشن؟ ان انا برسم نص دايره اهوت، برسم نص دايره والنص الدايره دهيت بتكون موجوده من على الماكسيمم بتاعي ماكسيمم ديسبيسمنت اهوت، وبقسمها الى عدد معين من الاجزاء وليكن في المثال اللي قدامنا دوت 8 اجزاء، وبعد كده بقسم الجزء الاولاني دوت برضه ل 8 اجزاء. تمام، الثمان اجزاء دولت بطلع بخطوط افقيه من نقطه رقم 1 و2 و3 انسون، تتقاطع مع النقط رقم 1 و2 و3 الخطوط اللي هي ماشيه هوريزونتال هناوت، بوصل ما بين النقط دهيت بتجيب لي شكل الحركه بتاعتي. يبقى انا لو عارف المسافه دهيت كام، الزاويه دي قد ايه، وعارف الارتفاع دوت قد ايه، يبقى انا اقدر ارسم الشكل دوت. نفس الكلام برضو اقدر ارسم الريترن بتاعي اللي هو فيه النزول بتاعي بالهارمونيك موشن، وانا هلاحظ ان انا برضو قسمتها ل8 بس بسكيل مختلف نتيجه ان الزاويه دهيت بتاعت الريترن اصغر من الزاويه بتاعت الاوبننج. النوع الثاني بنسميه يونيفورم اكسلريشن. اليونيفورم اكسلريشن دوت انا عندي الاكسلريشن عندي دوت يونيفورم، فبيبقى عندي في الجزء دوت بيبقى فيه عندي في الجزء الاوبننج دوت في عندي طالع بسرعه الشكل ديسبيسمنت بالشكل دوت، طالع فيه حوالين خط مستقيم دوت بيبقى طالع نازل تحتي وبعدين طالع فوقيه وبعدين ماشي ثابت وبعد كده طالع فوق الخط المستقيم ونزل تحتي. تمام، دوت النوع الثالث. النوع الرابع سيلوتيكال موشن دوت بتشتغل دوت الاكسلريشن شكلها زي شكل الساين ويف، ودوت شكل الديسبيسمنت والفيلوسيتي بتاعتها. ازاي اعمل كونستراكشن للكام بروفايل؟ اول حاجه بناخد كلمه كونستراكشن انا اجيب شكل الكام طبقا لحركه الفولور بتاعي. بفرض ان اهوت برنسبل بنسميه البرنسبل اوف كاينماتيك انفيرجن، ان انا بستخدمه ان الكام ستيشنري والفولور هو اللي بيلف حواليها في الاوبزيت دايركشن دوران الكام. يبقى انا لو عندي الكام بتلف كلوك وايز بفترض في الحل ان الفولور بيلف كاونتر كلوك وايز، وتخيل ان الفولور هو اللي بيتحرك حوالين الكامه وليس العكس، بحيث ان انا اقدر ارسم مكان الفولور. بجيب استخدم عشان اقدر اجيب كونستراكشن للكام بقسم الديسبيسمنت دياجرام لاجزاء متساويه ولتكن مثلا 12، بعد كده بستخدم البرنسبل بتاع الكينماتيك انفيرجن وارسم الفولور حوالين الكام، بعد كده بقى اوصل النقط اللي انا جبتها دهيت بسموث كيرف المكان الفولور، يبقى انا كده اهوت جبت شكل الكام. اكزامبل رقم 1 ديزاين ذا كام اوتلاين اوف ذا ديسك كام روتيتنج ويز كونستنت انجولار فيلوسيتي ويز سوبريكيتنج رولر فولور. ذا ديسبيسمنت دياجرام ويز اكس ام بتساوي 40 ملم هاز هارمونيك رايز during half the period of the and harmonic return during the second half of the period. The radius of the basic circle is مدهولي البيسك سيركل 35 ملي and the radius of the roller is 11 ملي. انا اهوت عندي الجيفن عندي اهوت دي displacement diagram ده جيفن. تمام، عندي في الاول فيه harmonic rise وبعد فيه harmonic return في الجزء دوت. مديني نوت الراديوس بتاع الرولر ومديني الراديوس بتاع البيز سيركل. الراديوس بتاع الرولر هنا اهوت هناخده من الشكل دوت هنا اهوت على السنتر الزيرو، ورسمت الراديوس بتاعي بتاع الرولر. هنزل تحتيه واقدر ارسم الراديوس بتاع البيزك سيركل. ايه هي البيزك سيركل؟ اللي هي السيركل اللي هي لو لفت الكامه مش هيتحرك عندي الرولر خالص. تمام، بعد كده اهوت ابتدي اقسم الجزء اللي فوق دوت الى 12 جزء متساوي تقريبا. بعد كده اهوت هقدر انا اهوت اقسم برضو الكامه او البيس سيركل في الاول اللي موجوده اقسمها الى 12 جزء متساوي، كل جزء بيساوي 30 درجه، دي 30 درجه الاولانيه الثانيه الثالثه وهكذا، كل ربع 3 في 4 ارباع يبقى 12 جزء.
الترقيم بتاعي بيبقى عكس اتجاه دوران الكام. لو انا عندي الكام هنا اهوت بتدور في اتجاه كلوك وايز، يبقى الترقيم بتاعي بتاع الفولور والحركه بتاعته في عكس اتجاه دوران القناه. يعني دي هتبقى النقطه رقم 1، دي النقطه رقم 2 and so on. تمام، يبقى انا اهوت بعد كده اهوت هقدر اقف على السنتر هنا اهوت وانقل الحركه بتاعتي بتاعت ارتفاع الفولور، انقله على النقطه رقم 1 ثم النقطه رقم 2 ثم النقطه رقم 3 4 ثم 5 و6. بما ان الكام هنا اهوت الهارمونيك رايز شبه الهارمونيك ريتيرن في نفس الجزء، يبقى الجزء اليمين زي جزء شمال من الكامه. النقط اللي انا جبتها تقاطعت مع الخطوط دهيت، بقدر ارسم منها الرولر اللي هو بالشكل دوت. ادي الرولر في البوزيشن الاولاني، ده الرولر في البوزيشن الثاني، الرولر في البوزيشن الثالث والرابع والخامس والسادس. بعد كده هو هقدر اعمل ايه؟ اوصل ما بين التانجنت بوينت ما بين بتاعه الرولر اهوت، بس اوصل بينها بخط كيرف سموث كيرف مع التانجنت رولر بتاع الرولر اهو. انا كده اهوت قدرت اجيب شكل الكامه بتاعتي. دوت كان حل المثال الاولاني. بالنسبه للمثال الثاني، ديزاين ذا كام اوت لاين اوف ذا تيست كام روتيتنج وذ كونستانت انجل اوف فيلوسيتي وذ ذا فلات فيس سوبريكيتنج فولور. يبقى الفولور بتاعي نوت فلات فيس. الديسبيسمنت دياجرام الاكس ام عندي الماكسيمم ديسبيسمنت عندي ب 40، وبارابوليك رايز دورينج ذا هاف ذا بيريود اند بارابوليك ريتيرن دورينج ذا سكند هاف. الراديوس اوف ذا بيزك سيركل ار او بتساوي 35 مللي. بقدر نوت برضو ارسم انا الجزء دوت. انا عندي نوت بارابوليك هارمونيك رايز وهارمونيك ريتين، قدرت انا ارسمه انا اهوت. على امتداده هرسم الفلات فيس فولور، هنزل تحتيه هرسم الدايره دي. الدايره ده هي بتمثل لي البيز سيركل اللي هو مديها لي ب 35 مللي. بعد كده انا هقسم الدايره الى 12 جزء متساوي. تمام، لو هنا في تماثل هنا اهوت، يبقى انا هدي السته هنا اهوت زي السته التانيين، يبقى انا قسمت السته الاولين بس. بعد كده اهوت هنقل نقط الارتفاع بتاعه الفولور، انقلها على الخطوط. طبعا احنا برضو هنا اهوت رقمنا الخطوط عكس دوران الكام، يعني نقطه 1 نقطه 2 هنا 3 بعد كده، لان الكام هنا اهوت بتلف كلوك وايز، يبقى الترقيم كاونتر كلوك وايز. النقطة التقاطع اللي انا جبتها هوصل ما بين النقط دهيت بسموث كيرف عشان اجيب شكل الكامل. تمام، يبقى انا اهوت اي بروفايل ديسبيسمنت انا ممكن اديهولك او انت تعمل له كونستراكشن. تمام، ترسم انت البروفايل طبقا لجيفنز اذا كان عارف انت شكل الحركه، ممكن بتقسمه الى اجزاء ثابته وتقسم نفس الاجزاء الثابته دهيت على البيس سيركل. بعد كده بتنقل حركه الفورور في اتجاه عكس دوران الكامه عشان تقدر ترسم شكل الكامه. شكرا، دي كانت نهايه محاضره الكمان.